السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. بعد ما عرفنا في الفيديو البارحة عن طريقة تغيير رقم الواتساب من رقم قديم إلى رقم جديد، اليوم راح نتعرف عن شلون نفعل رقم ثاني على نفس تطبيق الواتساب. نروح على الإعدادات أو ثلاث نقاط، وبعدها نروح على الأكاونت أو الحساب، وبعدها نروح على أديت أكاونت أو إضافة حساب، أو نقدر ندوس السهم الصغير الموجود ومن ثم نضيف حساب أو أديت أكاونت. وبعدها نسوي أجري أو موافق، وندخل الرقم بدون الصفر البداية 750، ونكمل الرقم. هسه مثل ما كملنا نسوي نيكس أو التالي، ننتظر التفعيل، نسوي يس وننتظر التفعيل. وصلنا التفعيل حاليا، الحساب تم تفعيله. هاي إذا يقول عندك باك أب أو شيء يعني بيانات نقله اسكيب، ونسمي الحساب مثلا سلمت سعد، ونطلق بعدها نخلي صورة وعدد ايميل نسوي هذا حاليا. بعد ما تم اضافة الحساب نروح على السيتنج او الاعدادات. مثل ما تشوفون هنا نقدر نبدل بين الحسابات. حاليا الميزة متوفرة لحسابين فقط، مثل ما تشوفون اكاونت نروح عليها، ما عندنا ادد اكاونت، فقط عندنا ريموف اكاونت او حذف الحساب، وأيضا عندنا سويتش أكاونت أو تبديل بين الحساب بكل سهولة. ومع السلامة.